هلأ بنبلش نحكي عن المرحلة الثالثة ضمن الـ Perception. في بداية Part 1 كنا نحكي Perception is the process by which individuals select, organize and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. في Part 1 خلصنا المرحلة الأولى أو Step 1 هو Selection، وكنا مأكدين أن قبل Selection بيصير في شيء اسمه Exposure. زي ما حكينا كم المنبهات أو التاميلا المتعرض لإلها باليوم الواحد بحسب بعض الدراسات 3000 منبه باليوم الواحد، بعض الدراسات 5000 منبه باليوم الواحد. عدد البراندز أو العلامات التجارية المتعرض لإلها يومياً 150 علامة تجارية. الحواس الخمسة تستقبل هذا الكم الهائل من المنبهات أو المحفزات، أو بمعنى دق بيصير في إكسبوجر. بعد الإكسبوجر بيصير في إنترست، حكينا اللي بيخلي عندي إنترست اللي يكون في something different بهالستيمولي اللي متعرض لإلها. نحكي مثلا بعام 1985 لما إجت فكرة ليزلي أوتن حتى يحافظ على زوار حلبة التزلج عن الجليد، ادفع تكلفة الدرس الأول وكل ما بعده مجاني. كان بيجي زائر على الحلبة بيدفع ثمن درس واحد فقط لا غير، بعدها بياخذ كل شيء بدون مقابل. وهذا اللي خلي الناس تنتبه على هالعرض الخيالي بالنسبة لهم. بعد كل درس ياخذ كوبون للدرس اللي بعده، وهيك صارت العوائد ب 1985 تتعدى 18 مليون دولار. فعليا رياضة التزلج على الجليد هي رياضة موسمية، لكن هو لفت الناس بهالجملة، ادفع تكلفة الدرس الأول وكل ما بعدها مجاني. ما ننسى البيان الصحفي اللي عمله رجل من نيوجيرسي لما شافوا انه جسر بروكلين القديم خلص راح يتخلصوا منه باي شكل من الاشكال، فراح عليهم وحكى لهم بيعوني جسر بروكلين القديم واعطوني شهاده تثبت انه انا الشخص اللي اشتريته منكم قبل الترميم. بعدها نزل اعلان بالصحيفه امتلك جسر بروكلين القديم ب 14.95 دولار، فكانت الناس واو انه هذا جزء من التراث الامريكي. هذا بيحكي كيف بنقدر نلفت انتباه واهتمام الناس لمحفز أو منبه غريب وخارج عن المألوف. واو أنا بدي أدفع لمرة واحدة فقط، واو أنا بدي أمتلك جسر بروكلين القديم، جزء من الثقافة والتاريخ الأمريكي بس بحوالي 15 دولار. نفس الكلام صار ب half.com. half.com بلش ب 99، كانت مشكلته قلة الشهرة لإله، رغم أنه كان هو عبارة عن موقع ببيع الأشياء المستعملة بسعر ثابت بدون مزايدة، لكن ما كانت عنده أي شهرة تذكر ممكن تجيب زوار لإله. مدير التسويق لهالموقع مارك هيوز جت بباله فكرة أنه في منطقة في واحدة من ولايات أمريكا اسمها هافوي، فيها 360 نسمة فقط لا غير، إجا عليهم حكى لهم شو رأيكم نغير اسم البلدة لحتى تصير هاف لمدة عام واحد فقط لا غير، مقابل 100,000 دولار أمريكي وهدية 20 جهاز كمبيوتر للمدرسة الابتدائية. فعلا بعدها بلشت وسائل الإعلام الأمريكية تحكي عن هذا الأمر غير المسبوق والفكرة الغريبة. بعدها بثلاث أسابيع اشترى إيباي الموقع ب 350 مليون دولار بفكرة بسيطة جدا جدا. وهذا اللي ركز عليه بارت 1، انه خلي الستيمولي او الستيمولس اللي حيتعرض لها الاند يوزر فيها كونتراست، فيها something different لحتى يصير بعد الاكسبوجر سلكشن. بعد السلكشن بارت 1 كمان ناقش معكم المرحله الثانيه او الخطوه الثانيه من البرسبشن اللي هي الاورجنايزنج. نحن بهذا البارت نحكي عن الستيب 3 وهي the final step which is interpretation. بالانتربريتيشن ببلش الاند يوزر يعمل تحليل تفسير للمنبه اللي بيتعرض لإله. فالليرنينج اوبجكتيف 4.4 to understand why and how consumers add biases to stimuli and the implications of this tendency for marketing. عادة لما بنستقبل المنبه أو المحفز وبنعمل له organizing بنبلش بالinterpretation، مستحيل يكون الinterpretation هو نفسه عند كل الأشخاص. نحن حكينا في البداية إنه perception is a personal phenomenon which means إنه الإدراك عندي يختلف عن شخص آخر. ليه؟ لأنه توقعاتنا تختلف، شخصيتنا تختلف، خبراتنا تختلف، بناء عليها تحليلنا وتفسيرنا للأمور كذلك تختلف. وكلنا بنتذكر بهذا الكونتكست قصة blind people مع الفيل، لما جابوا هالفيل وحطوا كل واحد من هالبلايندز عند جزء منه وحكوا للي عند الخرطوم انت شو ماسك، حكى لهم انا ماسك افعى
تتحرك يمين ويسار. اللي حطوه عند الرجل، انت شو ماسك؟ انا ماسك شجرة ضخمة مبين انها قديمة بحكم يعني التعرجات اللي موجودة فيها. وهكذا عند كل عضو من اعضاء الفيل، كل واحد منها البلاين بيبل فسروا بطريقة مختلفة. ليه؟ لانه شاف نفس المنبه او المحفز من زاوية مختلفة. وهكذا نحن بنضيف على الصورة اللي نستقبلها، بنشيل منها شيء وبنضيف عليها شيء اخر. بأول جزء حنحكي عن perceptual interpretation. The interpretation of stimuli is uniquely individual because it's shaped by individual's experiences, motives, expectations, and external stimuli. When stimuli are highly ambiguous, an individual will usually interpret them in such a way that they serve to fulfill personal needs, wishes, interests, and so on. Stereotyping واحد من المصطلحات المهمة جدا في عالم الإدراك والضخمة جدا، واللي بيجي ضمن هاي المرحلة اللي هي مرحلة الانتربريتيشن. إيش يعني stereotyping؟ stereotyping التنميط أو الصورة النمطية. يعني طالب الأول على دفعة في كلية الأعمال، واو 24 ساعة بيدرس، هاي الصورة النمطية عنه. مشاويره وروحاته بسيطة جدا، بيلبس النظارات، حاطط هالشنطة على كتافه، هاي هي حياته، وكأنه جوجل ماشي على الأرض. كثير من الأوروبيين وكثير من الأمريكان ماخذين انطباع أو تصور عن العرب، هم الإرهابيين، وإن كان مسلم دشداشة البيضة، الكوفية المحطوطة أو الحطة المحطوطة على رأسه، هاي التصور عن عرب عن مسلمين. فلما بنحكي عن stereotyping بنحكي عن تخيل أو تصور أو إدراك بيحمله الأفراد عن محفز أو منبه معين. لما بنحكي عن stereotyping بنحكي عن إيش ممكن نضيف على منبه أو محفز معين، إيش ممكن نشيل منه. في هذا البارت بنحكي عن triggers للperception. إيش هي؟ قبل ما نحكي عن التريجرز خلينا نستعرض بعض الأمثلة اللي بتوضح أكثر مفهوم stereotyping، ونحكي عن واحد من الإعلانات اللي حصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة خلال أيام ساعات قليلة. كانت فكرة هذا الإعلان لسيدة في الصين، الإعلان كان عن مسحوق غسيل، طبعا عمل جدل واسع بسبب العنصرية في هذا الإعلان، ورجوا أنه هي عم تغسل، فإجا شاب أسود البشرة وهي بتحاول انه تجذب الشاب، بحاول الشاب انه يجذبها ناحيته، بس هي مش مئزه منه بهالبشره السوداء. مسكته وحطته بالغساله وحطت عليه مسحوق الغسيل بيلفه فنتين، طلع من الغساله مع هذا المسحوق، واذ به شاب ابيض اسيوي ناصع البياض في بشرته، فاعجبت فيه واعجب فيها. واضح جدا العنصريه ضد السود. اعلان اخر عملته شركه فوكس فاجن صدمت المستهلكين فيه بال 2006، في هذا الإعلان لسيارة بولو، ورجوا أنه في شخص بيلعب دور الإرهابي، بيلبس زي أشبه بالزي العسكري، بحط حوالين رقبته الكوفية الفلسطينية، بوقف بالسيارة أمام واحد من المقاهي، بيضغط على زر التفجير، بينفجر هو، وضلها السيارة سليمة زي ما كانت. تم سحب الإعلان بعد فترة قصيرة جدا لأنه واضح الإساءة فيه والعنصرية ضد الفلسطينيين، ضد العرب، ضد المسلمين. ذات الكلام صار مع واحدة من أسوأ حملات شركة سوني لما طلعت بلاي ستيشن للمرة الأولى، طلع The White is Coming أو الأبيض قادم. كانت في واحدة بالإعلان اللي عملته الشركة صورة فتاة ببشرة بيضة بتلبس رداء أبيض ماسكة وجه شاب أو فتاة أسمر البشرة بيلبس اللون الأسود، ماسكيته من الدقن من تحت ومبين العصبية والعنصرية. نالت هذه الحملة كمان انتقادات عديدة لما تحمله من معاني العنصرية. واضح جدا بالستيريوتايبينج أو بالتنميط إضافتنا لبعض المتغيرات اللي أصلا مش موجودة على هاي الصورة لحتى نفهمها بطريقة تلائم مدركاتنا وخبراتنا السابقة. وهذا اللي ناقشناه أصلا ببارت 1. Individuals carry biased pictures in their minds of the meanings of various stimuli, which are termed stereotypes. Sometimes, when presented with sensory stimuli, people add these biases to what they see or hear, and thus form distorted impressions. Generally, people stereotype because it makes the processing of sensory input quicker and easier. The triggers of stereotyping are physical appearance, descriptive terms,
first impressions and the halo effect. We often make decisions based on how people or products appear. A beautiful spokesperson might be perceived as possessing expertise for beauty products. A certain color to food might make us think it's healthier. Stereotypes are often reflected in verbal messages, descriptive terms. First impressions are lasting, so a marketeer should be careful how they advertise new products. The perceiver is trying to determine which stimuli are relevant, important, or productive. The halo effect reflects to the overall evaluation of an object that is based on the valuation of just one or a few dimensions. In marketing, the term refers to prestigious image of a product, other products marketed under the same brand name. في هذا البارت بنحكي عن triggers للستيريوتايبينج. Triggers of stereotyping واضح إنه إحنا بنحكي عن رقم واحد physical appearance, رقم اثنين descriptive terms, رقم ثلاثة first impression, و lastly الهالو effect. خلينا نبلش نحكي عن الphysical appearance اللي ممكن يعمل provoke أو cause الستيريوتايبينج. هي هالأربع أشياء. These triggers of stereotyping. Triggers هون بمعنى which causes or cause stereotypes, which generate stereotype, which activate stereotype. لما نحكي عن الphysical appearance, في كثير من الأحيان غلاف المنتج, شكل المنتج, لون المنتج بمعنى آخر, مظهره أو شكله المادي بيعطي انطباع عنه. فكثير من الأحيان نحكي واو هذا المنتج شكله غالي, واو هذا المنتج شكله طعمه حلو, ريحته حلوة. من وين بنينا هذا الانطباع؟ أضفنا البايس على هذا البرودكت, عملنا هاي الأديشن على البرودكت من خلال غلاف المنتج. كنا نحكي سابقا أنه لما بتكون العبوة طويلة ورفيعة بتبين أن الكمية اللي فيها أكبر مما لو كانت قصيرة ومكعبلة إلى حد ما. كنا نحكي أنه الغلاف الشفاف للمنتج خاصة في حال المخللات العصائر بتعطي إمبريشن أفضل عن المنتج. كذلك الحالة لما بيكون في عندي موديل معين, especially إذا كان في consistency بين type of product مع الموديل أو celebrity اللي بيظهر بالإعلان, بيصير الانطباع عنه والperception لإله أكيد أحسن وأفضل بالمقارنة مع غيره من الخيارات. لما نحكي عن triggers نحكي عن descriptive terms. Descriptive terms هنا بنحكي عن مجموعة من العبارات أو الكلمات اللي ممكن تغير انطباعنا عن المنتج. زي لما يطلع بالإعلان يحكي لي هذا المنتج هو اختيار الأم المثالية, الأم الناجحة. بيحكي لي بالإعلان بشرة مشرقة كالشمس, بياض ناصع كالثلج. المنتج بحسب اختيار الخبراء, المنتج الأول والوحيد الحاصل على شهادة كذا. على سبيل المثال منتجات أشتال الوحيدة المغسولة الخالية من متبقيات الأسمدة والمبيدات الحشرية جاهزة للأكل. لما نكون ماشيين بالطريق بنشوف واحد من المحلات بحكي لنا المركز الأمريكي الأردني لصيانة سيارات الهايبريد, الأمريكي الأردني. كم راح تغير بانطباع الأند يوزر بسبب هالترمز أو descriptive terms اللي تضاف على منتجات أو على إعلانات بعض المنتجات. لما بنحكي عن the triggers نحكي عن رقم ثلاثة the first impressions. Well, first impressions you will never have a second chance to make a first impression, لأنه the first impression often lasting. فلما بنقدم البرودكت تبعنا بنكون حريصين إيش أول فكرة أو انطباع حتطلع عن هذا البرودكت, أنا حنضلها ملازمة لإله to the end. رابعا number four بنحكي عن الهالو effect. الهالو effect أو تأثير الهالة اللي هي the overall evaluation of an object that is based on the evaluation of just one or a few dimension. يعني لبعض المنتجات على سبيل المثال واحد من أنواع أو أشكال الساعات الجديدة بيجي بيحكي ساعة سويسرية, بس مجرد أني أنا حكيت ساعة سويسرية طلع واحد من ال dimensions اللي موجودة فيها كم غيرت على ال overall evaluation ل البرودكت شوكولات سويسرية. لما بنحكي بهذا البورت عن البراند اكستنشن, ايش هي البراند اكستنشن؟ الشركة تستغل الاسم اللي اوريدي موجود عندها استغلال امثل وصحيح. طبعا علامة تجارية ناجحة زي لاكوست على سبيل المثال, الدرة على سبيل المثال, البيروتي, الجنيدي, طيبة, المراعي,
وباخذ هالبراند نيم وبحطها على منتجات اخرى بعطيها نفس الاسم، فبتصير العالم تحكي لك اه واو انا جربت على سبيل المثال ساعات لاكوست، جربت عطور لاكوست كانت ممتازه، معناته هالبرودكت الجديد حاعطيه نفس الانطباع وحيحمل نفس التصور اللي